Sometimes the bomb might explode without any warning. عزيز خياطي بطل سابق في رياضة الكيك بوكسين والمواي تاي من مغاربة العالم، ابن المنطقة الشرقية، هاجر وعاش بالمجتمع الأوروبي، حقق فيه نجاحات رياضية ومهنية واجتماعية، نجاحات لم تنسه بلده المغرب ومسقط رأسه مدينة الناظور الذي دأب على تنظيم ملتقيات رياضية بها. نلتقيه اليوم وهو يشرف على تنظيم بطولة دولية بمشاركة أبناء المغرب من الداخل والخارج، بطولة هي الأولى من نوعها بعد جائحة كورونا. المستوى العالي والنتائج المشرفة للأبطال المغاربة شجعت عزيز على مواصلة مد الجسور بين رياضي الداخل وأبناء الجالية بوعد بتنظيم العديد من الملتقيات مستقبلا. وحنا باقينا غاديين ليها ان شاء الله باش نكملوها بالنجاح ديالكم، النجاح ديال الاعلان اللي عندنا هنايا في الناظور. والاخ دور دوما نتزوج رجل الخفاء اللي جاي حتى هو من قناه الاطلس والرياضيه، كنشكروا واحد الثقه اللي هما تاهما جاو. اسم خياطي عزيز، مدير تقني ولاعب سابق الكيك بوكسين وبروموتور في الكيك بوكسين والمواي تاي. البارح تظاهرات البارح رجعتنا اللور بزاف. التظاهرات اللي كنخدموا مي كانت قبل ديال جائحة كورونا، وحاولنا نحيوا هذه الرياضه هنا في الاقليم ديال الناظور اللي كانت بسنوات هو كان وقف وهذاك، وكنت خدام في ميدالية. ورجعنا الأسباب تاعنا اللي كان عندي تا هو كنت كندير الدراري بزاف يلعبوا في برا في بلجيكا وفي فرنسا وفي ألمانيا وفي كل شيء في أنحاء العالم. علاش عندي أبطال اللي كيلعبوا مثلا في كلاس أ كنحاول نلعبهم بزاف برا، وكنت ملاهي مع الكالات انترناسيونال. وهذا العام دخلت المغرب، شفت الرياضة هي أنا حسيت هنايا مابقاتش كتعطي واحد الحيوية للرياضات المنطقة الناظور والريف بصفة عامة. كما عنديش معيه هنايا مشرف عليها اخويا عماد خياطي، حتى هو اللي شد دابا في التدريب في البلاصه اللي كانت عندي في المغرب بحكم ديال الخدمه انا في مليليه والاسبان. دخلت هنايا وشفت الدراري في الجمعيه، يعني هذاك الشيء الحيويه اللي كانت في الرياضه بحال بغات تموت. ضدنا حنايا قلنا غادي نحاولوا، كنهضر مع اخوان الاخ ديالي والاصدقاء ديالي، قالوا يا عز انت يا عندك تجربه بزاف تظاهرات وهذاك، خصنا نحاولوا نرجعوا عاود تظاهرات هنا في الناظور نحيوا المنطقة الريف والناظور والمغرب كامل مثلا. بدينا لها بواحد وجز صغير زعما، ماشي ما كاينش الوقت بزاف، بدينا بواحد السرعة كنخدموا باش نديروا هذه الكالا. قلقبنا على البيبان الأصدقاء ديالنا اللي كانوا عندنا وإخوان ديالنا والأصدقاء ديالنا والبلدية والجامعة الملكية المغربية اللي استشرنا معاهم حتى هما وعطونا اليد العون باش نبداو، شجعونا باش نبداو. هذاك عبد الكريم الهلالي الحسن ودريس، صراحة كنشكرهم بهذا المنبر تا هما شكرا لك. وبالنسبة للعصبة تا هي رئيس العصبة هراندو، وبدينا الانطلاقة ديال هاد الكالا. وش صراحة كانت العصبة نعست بزاف، كانت بزاف ديال الممارسين وقفوا، بزاف ديال الشباب مابقاوش كيتهموا بهاد الرياضة. ومين بدينا في هاد الكالا في هاد الشهر اللي بقات، يعني شفنا بزاف ديال الجمعيات بداو كيتناو الجامعة الملكية المغربية والعصبة ديالنا وبدا كيرجعوا. صراحة وهاد الشيء عطاني واحد الحاجز كبير باش نبداو، ما بقاوش نخوفوا في الرياضه في هذه المنطقه. يعني زادت لي دابا نتشجع نزيد اكثر قالات في هذه المنطقه. حنا ان شاء الله غادي نزيدو، شت الدراري الصغار اللي علاش درنا دو قاله، درنا قاله محليه باش ما نحرموش الدراري الصغار اللي حتى هما يلعبوا،
ودرنا غالا انترناسيونال باش زعما نحرموش حتى هما الاخرين الابطال اللي عندنا هنايا برو. البارح التظاهره اللي كان شاركوا فيها الدول عديده من الدول الاوروبيه والامريكا اللاتينيه هي اللي دخلناها لاول مره هنا في المنطقه الارجنتين. انا ديما كنبغي ندخل شي دوله مختلفه من اوروبا باش نضحكوا شويه معاهم. وفكرنا في ارجنتين شفنا واحد الولد هو والمدرب ديالو درنا يعني كونتاكت انا وياه قال لك صافي كان ارجنتين كان فرنسا كانت بلجيكا هولندا اسبانيا والدول المستضيفه المغرب. بالنسبه لي كانت في مباريات يعني ديال المواي تاي كان جوج دول المنتخب الفرنسي والمنتخب المغربي اللي كنا يعني استعدينا جوج ديال اللاعبين من المنتخب المغربي اللي عطاتنا الجامعه الملكيه المغربيه اللي كنشكرهم بهذا المنبر. هو اللي صيفطونا الدراري ديال المنتخب صيفطونا جوج اللي كانوا في المستوى عالي الصراحه البارح مع المنتخب الفرنسي. وخدمت عاود الولد اللي عندي انا محمد بوحلاسه اللي بطل حتى هو طلعته على يدي وبديت كنلعب به في كلاس ا الاحتراف. واحد شهرين عندي واحد كونترا ان شاء الله غادي يلعب واحد غون بري حتى هو يتلعب في فرنسا في باريس. فكرت هو ندير له واحد غون كومبا الاخرانيه جبت واحد بطل حتى هو بلجيكي ماشي سهل الخصم صعيب حتى هو الصراحه كيعيش في تايلاند كيعيش في بلجيكا ولكن هو كيكثر بزاف في تايلاند وهاد كان مستوى حتى هو تبارك الله قوي. وفكرنا نستمجوا مع بوحلاسه حتى هو يهز الخبره اللي عنده مع الخبره الاخر باش يعطيونا واحد الماتش. وكان الصراحه داكشي اللي كان البارح واحد القاله في المستوى وماتش في مستوى حتى هو. وكنشكر الدراري كاع اللي كانت تلعبوا مثلا في الكيك بوكسين حتى هما نصير في الكيك بوكسين كايوان في مواي تاي اللي كانت في التظاهره. الغياب اللي كان عندي هنا الغياب كان عندي جمعيه ديالي اللي سميتها اولمبيك سنتر ميليليا اللي كنت خدام فيها حتى هي يعني كنرتاح ليا ملي كنخدم حتى هي فيها. عندي فيها ابطال دابا اللي طلعت فيهم كلاس ا ومنهم الدراري اللي كندخل من المغرب كيجيو عندي تماك مثلا كنخدم لهم بالكونترا ديالي ماشي كامل قانوني كيكونوا دايزين من الجامعه الملكيه المغربيه وكيمشيو معايا مثلا في مليليه بحال مثلا بوحلاسه ولد الجامعه الملكيه المغربيه كان كيلعبوا في البطوله وتنقل الاحتراف يعني واحد الحاجز باش كتعطي حتى الدراري الاخرين يتشجعوا ما يقولوش هذه الرياضه راه ما فيهاش شي حاجه. وبالنسبه علاش غبت هنايا كنت بزاف المباريات اللي كان عندي كنت كنخرج بزاف انترناسيونال كنخدم بزاف برا معليش كل شهر انا كنت مسافر يعني في الديار البلجيكيه الفرنسيه هاد مؤخرا في بوردو في باريس في كلشي دوزت بزاف ديال الكالات اللي لعبوا فيهم روميسا مثلا بوحلاسه عندي سليمان عندي يوسف عندي بزاف ديال الدراري سمير هاد الدراري طلعوا حتى هما تبارك الله غاديين مزيان كيعطيهم لي الدلعون. بلجيكا حتى هي لعبت فيها العام بزاف سويسرا لعبنا في هولندا حتى هي هذاك هو الوقت اللي ما كانش عندي باش نرجع هنايا نبدا عاود المشروع ديالي ديال الكالات اللي كنا كنديرو قبل. دابا ولكن اليوم الفوق ان شاء الله داك التنظيم اللي درنا اللجنه معايا كاين الاخ ديالي وكاين الاخوان مثلا مراد الميموني والدراري الاخوه اللي معنا اتفقنا غادي نبداو ان شاء الله واحد المسيره ديال الكالات ان شاء الله تبقاو ماشي كاله ديال الاخرانيه نبقاو نديرو الثانيه الثالثه الرابعه ان شاء الله نشوف الابطال بداو كيتظاهروا في هذه المدينه وكيعطيو الصوت ديالهم في خارج البلاد. وكنتمنى ان شاء الله كاع الشباب اللي عندنا هنا في هذه المنطقه حتى هما يرجعوا للرياضه ديالهم. هذه الرياضه راه مهمه حتى هي اخلاقيا وهذاك كيف شفتوا البارح راه كانت روح رياضيه عاليه راه ماشي رياضه العنف ولا شي حاجه كنشوف بزاف في كاد ديال العنف. هذه الرياضه راه عندها الاخلاق عاليه تلقى الدري اليوم كيتبوك مع في الحلبه كيرجع اصدقاء بزاف الاخوان دابا اللي معنا حنايا رجعنا اخوان كنبقاو اصدقاء بلجيكا ولا فرنسا ولا اسبانيا وهذه اللي كيلمسوها في المغرب الصراحه راه حنا دار الضيافه وبلاد ديال الضيافه بلا ما نشكروا المغرب يعني البلاد ديالنا راه باينه. والصراحه كاع اللي جا هنايا مشى سعيد وعجبو الحال بزاف وكلشي ولا كيتمنى بقى يجي لهاد البلاد. بزاف الناس ما جاوش للمغرب اول مره كيجيو للمغرب الناظور كيحاولوا يعاودوا باش يرجعوا واخا سياحه ولا رياضه. بالنسبه للجاليه المغربيه اللي كاينه في الخارج الصراحه اللي عندنا واحد الجاليه كثيره في اوروبا الصراحه وعندهم خبره كبيره في هذا الميدان ديال الكيك بوكسين الكايوان مواي تاي كيعطينا الرساله ليهم يعطيو اليد لهاد المنطقه ماشي كنقول الناظور حنا نهضروا على المغرب كامل لحقاش ولا هضرنا على واحد المنطقه بحال اللي كنعلزوا حنايا بلاد واحد المغرب كامل. الدراري في اوروبا نحاول يعطيو الفورماسيون مثلا الدراري يجيو هنايا واخا يضحيوا يعطيو البلاد ديالهم مثلا شويه ديال لي فورماسيون في الكيك بوكسين في التجارب اللي عندهم باقل حاجه ولا كان معنويا ولا نفسانيا كل شيء ماديا حتى هي راه كاين الدراري هنا مساكين كتلقى كيدير هذه الرياضه كتلقى الا ما حاله ضعيفه. كنتمنى ان شاء الله الدراري في الجاليه يعني يلتحقوا حتى هنايا كاين جمعيات بزاف هنايا كيرحبوا بهم راه البارح حضروا معنا الجاليه اللي كاين الابطال اللي حضروا معنا البارح
ما عرفوش هذا المستوى كاين عندنا هنايا وكاين الدراري كيحبوا هذه الرياضه. هضرنا مع الاخوان قال لك كاين شي اخوان كاين ان شاء الله غادي يحاولوا يديروا معنا شي تظاهره او شي دعم مثلا في لي ماتريال في الحوايج. كاين الدراري ما عندهمش هنايا الحوايج ماتريال مثلا. كنتمنى ليهم ان شاء الله اللي يدينا مفتوحه ليهم هنايا، مرحبا بهم اللي جا بطل او ماشي بطل في جناح المغرب ديالنا ان شاء الله. ما ننساوش الشركاء ديالنا الصراحه اللي دعمونا في هذا الكالا الليله، اللي الكالا كانت صراحه بلا بهم هما ما غاتكونش هذا الكالا الصراحه اللي كيكون واحد الحاجز باقل حاجز. معك الصراحه كنشكرهم بزاف على القهوه مدريد سوبر برو، جميع مثلا الاخوان اللي عاونونا. كنتمنى ليهم ان شاء الله البلديه ومجلس الاقليمي حتى هو، ما نساوش كافي نوفو اوتيل نوفو كلاس حتى هو اللي عطانا الصحه المبيت والقهوه حتى هي لينا. كنشكر جميع الاخوان وكنتمنى ان شاء الله ما تكونش هذه الاولى وبقي يساهموا في هذه الرياضه ان شاء الله باش تمشي بها لقدام. بلا بهم هما حنا ما قدرناش نديروا هذه الرياضه. وكنشكر جميع الاخوان اللي حضروا معنا.